بسم الله، أنا اسمي بيان عز الدين، أنا سوري من سوريا، وسبق ورحت على يد العون أنا ووالدتي، التحقنا بدورة واستفدنا كتير والحمد لله، وكنا بنتمنى هدفنا من الدورة نستكمل اللي بنعرفه من خبراتنا المهنية بالخياطة، وكنا بنتمنى أن يعينونا بماكينة عشان نقدر نبلش فيها مشروعنا، ما قصد أنه مشروع بس أنه شيء يكفينا عن عازة العباد، والحمد لله لبولنا هالإشي وتكرموا علينا وعطونا ماكينة وعملنا مشروع أنا ووالدتي وأخي، والحمد لله رب العالمين. وهلا بيشتغل أنا وابني حمزة وأخته بيان بسبيل بس يصير عنا اكتفاء ذاتي. الحج عندي أبو الأولاد الحمد لله طيب، عمره 67 سنة، بس رجال كبير خالي في عينه رايحة وعين الثانية بتوص فيها أقل من النص يا خالي، لأنه كمان أنا عند ابني في وضع خاص، في عنده أذن ما بسمع فيها نهائي، ميت عصبة وما له علاج. لهالسبب دمجت شغلي مع شغل حمزة مشان التفاهم مع الناس، وبلشنا تقريبا يعني مثل ما بقولوا دائما متواضعة، والحمد لله وبلشنا نتعرف على العالم، وبفضل الدورات اللي عملوا لنا إياها دورات التسويق كان كتير إلها دور بحياتنا، إنه قدرنا نتعمق مع الناس أكثر، نعرف شلون نباشر الناس أكثر، وأخذنا خبرات من ناحية البترونات من ناحية القياسات. فشكرا يا دي العون كتير، نحن انبسطنا معكم، وشكرا إنه يعني قدرتوا تساعدوا عائلة، انتم ما عندكم عائلة واحدة، انتم عيلتوا ثلاث عائلات، وجزاكم الله خير في ميزان حسناتكم.